الكونسيلر بيغير معاكي. تعالي اقولك ازاي نخلي الكونسيلر ما يغيرش معانا وما يقلبش رمادي. ترطيب، الترطيب عامل اساسي في ان هو ما يخليش الكونسيلر يغير معاكي، فلازم نرطب منطقة العين كويس جدا. اختيارك للدرجة المناسبة للكونسيلر، ان انت تختاري الدرجة المناسبة للمنطقة اللي حوالين عينك. طريقة التوزيع، لو الكونسيلر مائي بتحطيه وبتستني شوية قبل ما تدمجي، لو باودر بتدمجي تقريبا على طول عشان خاطر ما يثبتش او يبقع معاكي. طريقة الدمج عن طريق الطبطبة، بتطبطبي الكونسيلر، ما بتقربيش من خط الرموش، انت بتطبطبي عشان الكونسيلر يثبت معاكي. هاي البنات اللي سألوني انت ازاي بتوزعي التنت، بصوا الاول انا بستخدم التنت بتاع ناتشورال بيوتي كريمي، هو حلو جدا وريحته كمان جميلة، بصوا شبه السويت الكاندي، ريحته حلوة مبدئيا. فانا باخد الفرشة وبحط سنة صغيرة كده عليها، بحطه كده ووزعه زي البلاشر، بحب ارفع بيه خدي. تمام، في بنات بتوزعه كده زي ما بتحبوا، بس انا عامة بفضل الحتة دي، شايفين الفرق، تاخد الخد وبيترفع معاكي ويبقى شكله حلو قوي. طبعا التنت انا مش بحب احطه على مناخيري خالص، يعني عارفين، لا مش بحب، انا بس بحب اوزعه كده على الخدود، بيبقى شكله حلو وطبيعي اكتر، يعني مش بيبقى باين قوي ان انت حاطه تنت. بس صباح الخير. طبعا بصي، البشرة الدهنية من الاكتر البشرة اللي بتكون فيها مشاكل بسبب الدهون الزايدة اللي فيه، فعشان نهتم بيها لازم نعمل الاتي: نغسل بشرتنا مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، ونغسلها بغسول مناسب للبشرة الدهنية، يعني مكتوب عليه كده خاص بالبشرة الدهنية عشان بيمتص الزيوت الزايدة اللي بتفرزها البشرة. وطبعا ما ننساش ان احنا نستخدم تونر على بشرتنا بعد ما نغسلها. الترطيب، ما ننساش ان احنا نرطب بشرتنا كويس جدا بمرطب خاص بالبشرة الدهنية. كريم الحماية من الشمس ده مهم جدا، بس اهم حاجة برضو يكون مناسب للبشرة الدهنية، واهم حاجة ان احنا ما ننامش بالمكياج وننام دايما على بشرة نضيفة. تعالي اقولك الاول قبل ما نعمل الميك اب اعرفك ازاي نعمل الايلاينر بطريقة سهلة جدا. اي كارت عندك، وهنعوص من هنا سنة بالايلاينر كده زي ما انتوا شايفين، وهنحطه كده. طبعا في طريقة تانية بالخيط برضو انا عاملاها في فيديو تاني، تقدري تشوفيه وقوليلي رأيك في الكومنت. حبيبه قلبي ويسعدك ربي يا رب كده، ويبقى ايامك كلها سعاده وخير على الدعوه الجميله دي منك. تعالي نلبس العدسات مع بعض واقول لك نوعها ايه، تكوني عارفه انت بتلبسيها ازاي وهتعتني بيها ازاي. وطبعا احنا لازم نكون غاسلين ايدينا كويس جدا قبل ما نلبسها. العدسات بتاعتي من كوليكشن بيلا إليت، درجه جراي اوليف، شهرية 3 شهور، حلوة جدا وبخ. طبعا عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انا طبعا دلوقتي غسلت وشي ونظفته كويس جدا، وعشان انا كنت رسمة حوالين عناية كحل كامل، فلسه فاضل اثار كحل ومش هتطلع، فتعالى اقول لكم انا هستخدم مزيل الميك اب وهحط على سلاكة ودان، تمام زي ما انتم شايفين كده، اوكي، وهبدا كده. لازم نشيل كل الميك اب، لو سيبناه هيضر رموشك جدا وممكن يوقع الرموش، بصوا، فلازم نتاكد ان احنا بشرتنا ما فيهاش ولا نقطه ميك اب. لازم ننضف كويس قوي حوالين عينينا قبل ما ننام.